اليوم رح نشرح أهمية سيخنا المشع يا أخوان. مش مشكلة حلقات بس إنه الشكل عشان تفهموا بس مش أكثر. أهمية سيخ المشع وليش العد؟ يعني هو يعني مرحلة جيدة بالشغل حتى لو أثبت يعني السيخ لنصرف إنه إحنا أخذت نقطة أنت حضرتك. على السيخ المشع هلا بوضح لك شو أهمية السيخ وشو المرحلة اللي إحنا وصلنا لها بالسيخ. هلا زي ما كنا نخرفكم، أنت لما تدخل على منطقة بكون فيها أهداف كتيرة، خلينا نحكي كمشعات أهداف كتيرة، شو مشعات مع معادن مع كذا. أنت بتأخذ الموجة الطاغية على الكل. هلا لما تاخذها كهدف وتحفرها وتسخر معك وتنكشف وتنتهي تصدر موجة ثانية اللي جنبها. فعشان هيك انت لما تقول شو كنا نقول لما بنيجي بنلاقي المنطقة كلها مليانة حفر، لأنه بيجي وراك واحد بصيب، بيجي وراه واحد بصيب، بيجي وراه واحد بصيب. حتى هو لما بيرجع بقول هذا المعدن، بفحر نفس القصة، بقول هذا المعدن وبفحروا على المشعات على 24 متر 25 متر في دوره. فاحنا كيف بدنا نلغي هذا الحكي؟ يعني انا لما اجي على موقع، شوفوا كيف المبدا، اذا انا جيت على موقع واخذت نقطه وحفرتها وراحت وانتهت ممتاز، ما تطلع ليش اخرى ثانيه، انتوا فهمتوا؟ لانه الثاني ما بعرف هي حقيقيه مش حقيقيه، حضطر احفر وتطلع مثلا مش حقيقيه، حتطلع لي نقطه ثالثه وعلى هالمجره. يعني بصير إشكالية في الشغل. أما أنا مثلا لو أجد نقطة وأحفرها وتنتهي وما تطلعش نقطة ثانية غيرها، الوضع ممتاز، الشغل صح 100%. يعني بصير أنا من كل مثلا 10 أهداف أصيد هدف خليني، أما ما أخدش جنبه هدف آخر، هذه الإشكالية. فهذا الإشي سيخ المشع ما بعد حكي فاضي. يعني ما عد لك 11 على نقطة معينة، نفرض هاي النقطة عد 11 وحضرتك حفرتها. هلا النقطة يا يا لا، يا فيها يا ما فيش فيها، خلينا نقول احتماليا. هلا كوني حفرتها وطلعت بوش، احنا الوضع جيد عندنا، مش انه فاشل، لا بالعكس الوضع جيد عندنا. عارفين ليش؟ ما راح تطلع لنا نقطة ثانية وتعد 11، تأكدوا تماما. فأنا بكون في السليم، خلص فحنا الحفرة ما طلعش منها، انتهينا. مش راح أعد تطلع لي نقطة ثانية جنبها وعد 11، لا ما راح هذا يصير نهائيا، وأتحدي. فبالتالي أنا لما بحفرها وطلعت بوش، خلص صلى الله عليه وسلم، انتهينا منها، نشوف نقطة غيرها. لكن ما تطلع ليش يكون يعد لي بعد ما تنتهي يعد لي واحدة ثانية 11، هي الإشكالية. احنا بكفي خلصنا سيخ المشع من الشغل هذا، هذا أهم إشي. فبالتالي هو لما بعد 11 ولو طلعت بوش ممتاز، ولو طلعت صحيحة ممتاز وأحسن من ممتاز. فهمتوا كيف الفرقية؟ هذا أهمية سيخ المشع. مش انا بظني احفر وعنقاط، اخذ معي نقطة يا بتطلع اوكي يا مش اوكي وانتهينا، ما بقعد احفر 100,000 حفرة. لكن بالسيخ العادي تأكد تماما، سواء اذا طلعت بوش راح تطلع لك نقطة ثانية، التحدي هذا. الا اذا كان في المنطقة فيش غير اللي هو الهدف هذا مثلا. فبالتالي يا اخوان سيخ المشع يعني انت عندك نقطة، خلينا نقول فيها عدة معادن، أربع معادن. هلا لو سيخك المجرد اجى بيعكس عليها، بيعكس على النقطة بس، ما بقولكش انه في أربع معادن. كنا نفرز زمان، نجرب الحركة، نعمل حركة الفضة نشوف فيه فضة مع الذهب ولا لا، نعمل حركة النحاس نشوف فيه نحاس ولا لا، ألمنيوم ستانلس كذا، فنفرز انه فيها معدنين ثلاث بالشغل القديم بالحركات. لكن بسيخ المشع حسب نفرز بعد مثلا 11 ذهب 13 فضه مثلا 27 22 نوع من انواع النحاس،
وهالمجرة. فسيخ المشيع ريحنا من شغل كتير، يعني حتى لو فشل هو ريحنا من شغل كتير كتير كان مخربش الدنيا، اللي هو الشغل العشوائي اللي دائما نقاط نأخذ بالسيخ العادي. فتستهينوش بموضوعه. هلا احنا بدنا نطور السيخ، يصير نعد على عدد الذري للعنصر، يعني اذا كان ذهب بدنا نعد 79، اذا كان فضه بدنا نعد 47، اذا كان نحاس بدنا نعد 29. وطول ما انت عديت لو فحرت وما لقيتش، يعني بكون مثلا نفر ذرات من الذهب في الصخرة ما ضيرت معنا وانتهت، ما راح يعد، ما راح يعد يا اخوان. خلينا ناخذ أملاح عدها علينا ذهب نفرض، ما راح يعد على مكان ثاني. يعني عيدي جرب عيد بالسيخ، ما في، ما راح تلاقي، خلص هدفك باعتبار طال وتكشف او طلع أملاح، طلع مشع، طلع شو ما كان. يعني نفرض انه سيخ عد 11 وعد غلط، فلا يمكن بعد زوالها يطلع لك نقطة ثانية على تحدي. فهمتوا أهمية سيخ المشع؟ إحنا لوين ترقينا بالشغل؟ وهسا إن شاء الله بدنا نصير نشتغل على العدد الذري للعنصر بطريقة جديدة. بس هذا اللي حبينا نوضح لكم شو هو السيخ. أنتوا مش مستوعبين إحنا شو اللي عملناه. هذا الحكي التحفير اللي بظلك تحفره نقطة ورا نقطة ورا نقطة، اخلص من نقطة بتطلع نقطة، اقطع نقطة، نفس الحكي. شفتوا لما كانوا يصوروا في الفيديوهات دائما كان ياخذ قريب من حفرية، يعني عندهم حفرية بقول لك طلع يا حرام الهدف جنبهم مترين بعيد، مترين طلع فحرين جنبه، هم مش فحرين جنبه، هم ماخذين النقطة الأولى زيك هيك فحفرينها صخرت انتهت، هلا اخذ طلعت النقطة جديدة قريب منها وهي يحفرها بتصخر. وهتحدي في فيديوهات كتيرة لأشخاص كتيرة لقنوات كتيرة، بتلاقي بفحصه وعمد فن وقريب ومليء بالحفريات حواليهم، سواء من وراهم أو شو اسمه ناس أجوا قبلهم. ليش؟ لأنه كانوا ياخذوا هذا الشغل. أنا بهمني إني لما آخذ نقطة يا تطلع أوكي يا مش أوكي، يعني فيها وما فيها، اما تطلع لي نقطة ثانية هاي اشكالية، فبصير مشكلة. هل اللي طلعت هاي اللي كانت مطغي عليها هي ذهب يعني معدن او مشع؟ بنعرفش. ان تركتها بتخاف تطلع ذهب، وان حفرتها بتخاف تطلع مشع، هذا الاشكالية كان يصير. فهذا لما شرحنا لكم اياه بداية الفيديوهات، عشان هيك بتلاقي حفر 20 حفرة 30 حفرة، فانا بدي اوفر عليه جهد، يعني خلينا زي ما بقول نضرب هالضربة، يا صابت يا خابت، مش انا اقعد اضرب بضربة. انتوا فهمتوا على كيف؟ احنا هذا اللي حابين نصلوا، وهذا اهمية السيخ المشع اللي طلع. بس ها عشان انتوا تفهموا شو اللي توصلنا له، انه السيخ المجرد عندنا مشكلة لانه بياخذ مشاعات وبياخذ شغلات زي هيك. فاحنا مع الشغل المجرد بدنا هذا، وبدنا نطور السيخ المشع. ان صار عندنا العدد الذري ممكن تكون 100%، احنا لسه في طور التجربه. احنا طلع معادن وفي ناس حكوا طلع في معهم املاح. طبعا هلا ما بنعرف شغلهم كان 100% عد، او كانت احيانا بتطلع العد الاخيره صغيره، يعني بيهتز السيخ، يعني السيخ بيبقى يا اخوان عد معهم بالشكل هذا. يعني هاي السيخ يعني يعمل هون هون، على اخر عده او عدتين ممكن يعمل المسافه قصيره، فما بنقدرش نقول اه ولا لا، يعني ممكن نحسبها 11 وممكن ما نحسبهاش 11. فهذا التجربه اللي بتقول، فبقول ايش بقول لك، ايش بعد معهم غلط وايش ممكن ما يكونش معدد معهم غلط. وفعلا انه مثلا عد على املاح ذهب او املاح فضه، انه عد العدد الصحيح وصار عندنا هذا الشيء. فلسه هذا في طور التجربه، لكن الشغل عندنا ممتاز يا اخوان، لحد الان الشغل عندنا ممتاز. شيء طلع
وشي قال؟ طلع عنده اثنين ثلاث قالوا طلع عندنا أملاح. والحلو فيه انه كل ما تحفر بيظل يعد عندك، طول ما الهدف انت مش طالعه بيظل يعد. حتى لو طلعت، لو قلنا قطعه صغيره وطلعت بالحفر برا، السيخ بيظل يعد. اما داخل الجوره اذا ما عدش اطلع برا وعد، لانه ممكن يكون في الرمل اللي طالع. هلا طول ما انت نازل عن الهدف ما راح يعد. هلا كونه مسافته قصيره ممتاز، وحنثبت انه المفروض يكون مسافته قصيره وبعدش اذا كان نازل عن الهدف، وهذا شغل برضه ممتاز. عسبت انت لما تنزل في الجول بعدش وتطلع زياده متر بعد، معناته انت تحت مستوى الهدف وبدك تغير الشغل، مش تضلك نازل. لكن السيخ العادي ممكن ايش ما يعطيكش هذا الحكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله فهمتوا احنا شو اوجدنا او شو اشتغلنا.